اشكر السيد المحافظ والسيد الرئيس على مشروع حياة كريمة احنا مقدمين فيه ومنتظرينهم دلوقتي. مطالبنا يعني ان الشوارع تبقى كويسة والحاجات دي يعني، والبنية التحتية يعني تبقى كويسة، وفي الاخر البيوت دي اللي احنا عايشين فيها. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشكرك على اهتمامك بالمواطنين جميعا، تمام، وسيادة المحافظ والوحدة المحلية لقرية بلانة. احنا نطلب من سعادتك بس ان تبص للانسان بالشفقة، يعني ناس تعبانة خالص. بالله العظيم انا بيتي واقع، انا في حالة تعبانة، انجدونا بالله، القردة مشلخ، البيت كله مهدد علي، مش لاقي لي مكان نظيف اقعد فيه زي الناس. واشكر الرئيس الشكر يعني جامد، والف شكر لي، يلحقني بالله. العيال حتوقع عليها الحيطان، العيال حتوقع عليها الحيطان، يمين بالله. انا مره رجلي وجعاني وماسكه العصايه اهي ورجلي وجعاني، بس في اطفال البيت، في عيال، والله عيال. اللهم صل على سيدنا محمد. بخشوا ويطلعوا، انا خايفه عليهم، بيناموا في المنظر، ما فيش غيرها ولا بدالها حته الاوضه دي، خايفه كلها واقعه، كلها واقعه. والله امبارح ما نمت الليل، الحيطان بقت توقع على العيال، وخفت طلعت، انا ما بنامش الليل عشان خايفه الحيطه توقع عليهم. والله والله ما في مكان، والله يمين بالله، ولا فيهم كينات يعني، واحد يجيب له حتى كيس يعني رمله، قد يعني رملة على البيت، رملة ما فيش أمكان من العيال. اللهم صل على سيدنا محمد. والناس والحال ما فيش جو، اللي فيها راحة فيها، والحمد لله يا رب العالمين. وأشكر السيسي شكرة جامدة، والله العظيم أنا العلاج بجيبه من البدوني، من السيسي، من الكرت اللي بجيبه، والله بجيب علاجي مني، وبجيب كل حاجة منيها، وأقول له يا رب مد في أيام، يا رب اديله الصحة والعافية، وخليه ربي ينصره لما يعمل لي البيت ده، يعملوا لي زي الناس. نشكر الرئيس السيسي اللي حيعمل لنا البيوت بتاعتنا، بيوتنا الواقعة والمهدودة، والرئيس سيد المحافظ، والرئيس كمان الوحدة المحلية، ونشكر الرؤساء كلهم اللي هم مهتمين بالناس وبحياة الناس ومطالبهم وحياتهم وحياتهم الصحية ومطالبهم. ما طالب ان احنا البيوت الواقعة دي المهدودة والستات ما فيش اهمية، وما فيش يعني طبعا معمولة بالخيش والورق، والحيوط واقعة بتاعتنا، يعني نحن عاوزين يعني انهم يعملوا لنا الحاجات الحلوة دي الكويسة، ومهتمين بينا، يعني اهم حاجة يجيبوا لنا البيوت دي الواقعة طبعا، بيسترونا. رئيس تبص للمواطن يعني بعين الرحمة بعد ربنا، ان انت برضك تبص لبيوتنا وعيشتنا ايه وضعها بالضبط، ان انت تعاملنا كعيالك مش اكتر ولا اقل. وبارك الله فيك ان انت برضك كلفت حياة كريمة ان هي تمشي مع للناس وتشوف مطالبهم ايه. نشكر الرئيس السيسي والمحافظ، نشكر على انه بنينا بيوتنا الواقعة، ونشكر على كل شيء، انه حياة كريمة، ونشكر على كل اي شيء بيعمله معانا، وإنه هو يدخل لنا ويشوف بيوت الناس المحتاجة واللي عايزينها، وبيوت الناس اللي هي واقعة، والناس اللي مش لاقية حاجة، والناس اللي إيه التعبانة. نشكر الرئيس إنه هو يساعدنا، ونطلب منه إنه يساعد الناس المحتاجة، واللي كل الناس اللي عايزة شيء. الناس في ناس مريضة ومحتاجة، وفي ناس من نفسها إن هي تتعالج، وناس في بيروح مستشفيات مش بساعد الدكاترة. نشكر كل شيء. الرئيس نطلب منه إنه يساعدنا، ونطلب منه انه هو يكون معانا في كل شيء، ويبنينا البيوت اللي واقعه، بيوتنا واقعه في كل حاجه محتاجينها. نشكر انه هو بنانا المستشفيات ورعايه صحيه والمدارس، بنانا مدارس، وبنانا ان نحن محتاجين كل شيء. نشكر على كل شيء، انه هو بنى لنا، عملنا صرف صحي، وبنانا مدارس، وبنانا مستشفيات ووحدات صحيه، والناس اللي عايزه محتاج. مطالبنا انه هو يساعدنا، وانه هو يحتاج الناس المريضه، ساعد الناس المريضه واللي هي نفسها تتعالج. في ناس مش بيرضوا يساعدوا، بس نفسنا ان هو يساعدنا، ونفسه ان هو يشوف الناس المريضه المحتاجه دي، ويوفرنا مصارف، ويوفرنا كل شيء، ويوفرنا التعليم، ويوفرنا كل اي شيء.